اهلا وسهلا بيكم. النهارده بنتكلم عن عظام المحار. دي طبعا بنسميها ثلاث اسماء، ممكن نسميها المحار، عظام المحار، او نسميها السبيا، او بتسمى ايضا عظام الحبار. العظام ده هي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. طبعا في فتره التزاوج لابد من وضع عظام الحبار او السبيا او المحاره. العظام دي يا جماعه بتحتوي على العديد من ملح الطعام بطريقة آمنة وطبيعية جدا، بتحتوي على الكالسيوم. طبعا الطيور طبعا في حالة يعني في وقت التزاوج طبعا ممكن الأنثى بتضع البيض، تلاحظ ان قشرة البيض ضعيفة بسبب نقص الكالسيوم. طبعا نقص الكالسيوم دوت هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان الأنثى يعني عندها نقص في الكالسيوم، هتعوض هذا النقص ان هي ممكن تاكل البيض، او ممكن ان هي تلاحظ ان هي قشرة البيضة ضعيفة، او ممكن تلاحظ ان العدد البيض قليل. طيب ما هي الطريقة التي أستطيع بها أنني أضع عظام الحبار أو السبية أو المحار؟ الطريقة الصحيحة أن أنت بتقوم بغسل العظام غسلا جيدا بالماء، بالماء فقط، ما تغسلهاش لا بصابون ولا بأي نوع تاني. اغسل العظام الحبار غسيلا جيدا. لإيه بقى؟ لأن في بعض الطيور ممكن ما ترضاش تاكلها بسبب إن ممكن تكون عظام الحبار يعني ريحتها مش كويسة، مش نظيفة، فممكن الطيور ما تاكلهاش بسبب الريحة بتاعتها اللي هي ما بتبقاش حلوة. فانت لازم تغسلها كويس جدا، وبعد كده بتتركها في الشمس لمدة يعني يومين او 3 ايام. في المرحلة دي بتكون جفت وبقت كويسة جدا وبتقدمها للطيور. طيب لو الطيور عندي مش عايزة تاكل عظام الحبار اعمل ايه؟ طيب لو الطيور عندك مش عايزة تاكل عظام الحبار ايا كان نوعها، بالتالي زي ما احنا شايفين كده في الفيديو هنجيب سكينة ونبدأ نبشر عظام الحبار ونحطها على الحبوب عشان الطيور تتعود عليها. وطبعا لما يجي الطائر يأكل الحباية هيلاحظ ان الحباية نفسها عليها البودرة بتاع الكالسيوم اللي هي عظام الحبار، فهياكلها يعني ويبدأ يتعود عليها. بس طبعا لازم تحط طبعا عظام الحبار في القفص، لانه لما جسمه هيحتاج لهذا الكالسيوم هيبدأ ينقر فيها ويبدأ يأكل فيها. طبعا عظام الحبار لابد ان احنا نحطها في وقت ايضا يعني تغيير الريش مهم جدا. خلي القفص على طول فيه عظام الحبار دائما باستمرار، خاصة في فترة تغيير الريش، فترة القلش، او في فترة موسم التزاوج. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله.